إليك ربي أشكو ضعفي وقلة حيلتي فأعني اللهم على ما أوليتني تحية مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نحب نتحدث على ظاهرة ما يضعنيش فينا شكون يرضاها لكن جلنا يعمل فيها هي ظاهرة البيليك المال العام بالنسبة لنا هو بيليك ولذلك كل واحد منا يتطرف بالمال العام إلا ونص رجواجيه ونحيل قيمته كان في إدارة نحتاج استيلون أخو أربعة ونحتاج لأربع ورقات ناخو وندخل نخلي الشاس يجبد ونشعل الضوء ونروح ما نطفيه الا بعد ثلاثه ايام نخرج نهار الجمعه نهار الاثنين نرجع نلقى الضوء يشعل ووقت اللي نركب في سياره يعطيني سياره متعمل نهز فيها المراه والوليدات باش يمشيوا للمنتزاه الفلاني يعملوا فيها باش تفرهيده على حساب البيليك هذا ما نقولوش اذا كان سرقنا في الوقت وما نقولوش اذا كان ما الخدمه في وقتها وما نقولوش اذا كان يجي المواطن باش يطلب الدوسي نتاعو نقولو عند المعلم وهو مازال عندي انا في الامضاء وهو التمضاء وفاء الواه باش نمرشن باش نعدي اموري الوضع هذا وضع ما لا يستساغ صحيح انا كنا قبل نعتبروا الاداره ما ملك عام نعتبروا الإدارة عدوة وكانوا يحكموا فينا ناس خارج جلدتنا كنا نتصوروا أن المال مالهم ولذلك لازم نعرف على ظلهم لكن اليوم احنا مدركين بأنها كد والرامة متاع الكاغط والفاصمة متاع السبيطار راي ملك المجتمع التونسي بكله وخويا الفرملي وقت اللي يجي يشرب كاستاي ويتبزع له كاستاي فوق الطاولة وهو يخدم في الإدارة يمشي يفرط لنا ثلاثة فاصمات الفاصمة بقداش يفرت ثلاثة فاصمات باش يمسح اللي بزه على الطاولة ويرمي الفاصمات في قاع في قاع البوبال هالسلوك هذا هو سلوك ما هوش مقبول والسلوك هذا يلزم نعسو عليه سلوك هذا يلزم نفهم رواحنا مسؤوليتنا فيه المال هذا كمال ربي هذا كمال للمجتمع هذا كمال الشعب التونسي وفي الحقيقة أنت قاعد تتمتع باللي قاعد تلوح فيه في, الشي... في... في الزبلة أنت ما كنت باش تخلص أخوي لا غد وقت اللي تغلى الدنيا علاش مشتغلة مش تغلى تغلى على خاطر الدولة ما وصلتش بالفلوس اللي لمتها باش تقضي حوايجنا للدولة شكون أنت ما هو نواب علينا وعندهم صندوق أحنا نعطيه لمبو متاعنا ونحطوه في وسط الصندوق وهو ما يخرجوا منه باش يسيروا لنا حاجياتنا نعرف اللي يوعدونا بطريق وما يتمش الطريق ونقولوا لهم مش بيه ما تمش طريق يقولوا ما فماش ميزانيه ما فضلتش علاش على خاطر هذا سرق وهذا خطف وهذا ضيع وهذا بزع وعلى خاطر ما احسناش التصرف ظاهره اليوم موجوده اداره من الادارات كرهبه وقفت فيها انهزوها لصلاح الصلاح سي باش يصلحها وقت اللي يخزر يلقى علامه الاداره على البلاكه خمسة ملايين تصليح يا ودي قديش خمسة ملايين شو اللي فيها هي؟ اوه فيها بلاك الكترونيك حاجه عظيمه ياسر بلاك الكترونيك وهي تستوجب 400 دينار فقط هذيك مناسبه باش ننهبوا هذا اذا كان ما فماش تواطي بين السيد الموظف وسي السيد اللي صلح وانا راني لا اعني احدا وراني محترمكم يا ميكانيسيانات ويا موظفين لكن نقول كلمه زع ما يتعمل الكل واذا كان واحد عمل العمله ما نقولوا ظاهره قاعدة توقع في البلاد ولذلك أنا نقول لا رمضان ولا صيام ولا إسلام ولا دين ولا إيمان لمجتمع لا يحترم الملك العام طيب احنا نحكيه في التاريخ كيفاش عمر بن عبد العزيز وقال له درشنوة وجاب له دوسي باش يقراه قال له يا شعل شعل الشمعة لأن هذه كم الدولة ومن بعد جاء قال له مش نسألك على عمتك شنو حوالها قالوا لا نطفي الشمعة ونشعل الفنار اللي نصرف عليه بمكتوبي ووو وين احنا وين احنا وين هما صحيح هما عملوا ذاك ايمانا واحتسابا ولذلك نجحوا وبناوا وشيدوا واصبحت الدولة الاموية مهابة في العالم والدولة العباسية مهابة في العالم اليوم احنا انا التفشة متفش غيرنا ما يبقاش بينا علاش لان الملك العام ما علينا اذا من العبادة احترام الملك العام تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته